بقى المعاش هيتصرف بدري. اه والله بتكلم بجد، مش مصدقين؟ طيب انا في الحاجات اللي زي كده ارجع لمين؟ لأولي الامر. ارجع لمين؟ ارجع للمسؤول. سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي وجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بتبكير ميعاد صرف المعاشات بتاعه شهر يوليو. يوليو خلاص اللي جاي يعني، علشان يتم الصرف قبل العيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وسلامة. ده بقى جاي في إطار اهتمام، وبجد اهتمام غير مسبوق، كناش بنشوف كده والله، من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات، والحرص دايما على ان احنا نسهل الدنيا ونيسرها على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم. أقول لك تعالوا ناخد معانا سيادة اللواء جمال عوض على التليفون. اهلا 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 يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم، وكل سنه والشعب المصري العظيم باحسن صحه وباحسن حال بمناسبه الاعياد، عيد الاضحى المبارك. وزي ما حضرتك شرحت لي قبل كده مرتين، انا متقلق ثلاث مرات، المعاش بينزل مقدم، المرتب اللي بينزل في الاخر، نشتغل وبعدين نقبض، في المعاش لا. في المعاش تويت صرف المعاش المفروض يوم واحد في الشهر. صحيح. طبعا يوم واحد هيجي في نص اجازة العيد. ايوه. الاجازة ان شاء الله تنتهي يوم 3 يوليو او يوم 4 اعتقد، فكان الاجراء المتبع قبل كده ان احنا نصرف بعد الاجازة الطويلة دي يعني. طبعا بالإحساس العالي اللي موجود عند فخامة الرئيس واهتمامه زي ما حضرتك تفضلت ووضحت، والله يا أستاذ يوسف يعني أنا ممكن تكون شهادتي مجروحة، إنما لم يصدق في مصر قبل كده كم التيسيرات والتسهيلات اللي بتطلع في توجيهات فخامة الرئيس. فأنا يعني فوجئت من حوالي ساعتين بصدور تكليف من سيادته نصرف المعاشات قبل أجازة عيد الأضحى المبارك. احنا فندم طبعا على الفور يعني طلعنا التعليمات وشفنا هنقدر نخلص شغل صرفية معاشات شهر يوليو، ونقدر نحول الفلوس بحيث يبقى متاح على ماكينات الصرف الآلي اعتبارا من يوم الحد الأحد القادم اللي هو هيبقى يوم 25/6 بإذن الله. كل الشكر والتقدير والتحية والاحترام لسيادته على قراره الإنساني اللي أكيد يعني أدخل البهجة والفرحة والسرور على أصحاب المعاشات. كانت الأسئلة مثارة في وسط مجتمع المعاشات، ترى يعني هينصفونا المره دي ويصرفوا لنا قبل العيد. طبعا حضرتك عارف ان العيد ليه لوازم، طبعا سنه وانتم طيبين والناس عايزه تفرح وتعيد ويبقى معاها فلوس. فالحقيقه صدر قرار سيادته اللي بوجه له كل الشكر عليه. ده والله ده يعني حقيقي، والشكر دايما موصول لست اللواء. طيب انا من انصار دايما في الاعاده افاده، هو احنا فندم الفروق في المعاشات تحديدا بسبب التبكير اللي هو تبكير التبكير بقى في الحاله دي، احنا المره دي بكرنا قبل العيد، لكن اصلا احنا مزودين كنا المعاشات بدري. صح كده شهر 4. ايوه. الفرق ده كان كم مليار يا فندم؟ احنا مفترض ان احنا بنزود المعاشات في شهر 7 من كل سنة طبقا لأحكام القانون، برضو مراعاة للظروف والأحوال الاقتصادية. سيادته توجه ان احنا نبكر صرف الزيادة، فصرفناها اعتبارا من 1/4. كانت الزيادة بتاعت المعاشات عملناها 15% السنة دي. أيوة. كانت تكلفتها حوالي 55 مليار جنيه، دي التكلفة السنوية بتاعتها. أيوه. تكلفتها في السنة الواحدة 55 مليار السنة الواحدة ب 55. أيوة. مليار. تكلفة الثلاث شهور دول على ما أتذكر كانت حوالي 14.5
مليار جنيه. تكلفه ان احنا نصرفها بدري ثلاث شهور الربع تقريبا. الربع تقريبا. ربع المبلغ تقريبا. طبعا القرار بتاع صرف المعاشات قبل عيد الاضحى، هذا القرار هيستفيد منه 11 مليون مواطن، سواء كانوا اصحاب معاشات او مستحقين عن اصحاب المعاشات. 11 مليون، التكلفه بتاعه الشهر الواحد في المعاشات حوالي 29 مليار جنيه. الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله، وده يعني كرم من ربنا، وربنا دايما بيسبب الاسباب. انا بشكرك جدا 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 يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. سياده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي.